السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بالمتابعين الكرام. من الأسئلة اللي كيطرحوها بعض الناس من خلال كما لاحظنا المهم كاين واحد العدد من التلاميذ غادي يختاروا التعليم عن بعد، فكيبقى السؤال اللي هو مطروح، اشنا هو المصير ديال الفروض والامتحانات؟ كيفاش غادي نديروا الفروض والامتحانات إذا اختارينا أننا نقرأ عن بعد؟ يعني أنا غادي نقرأ الحصص ديالنا عن بعد، نتبعو عن بعد، ولكن الفروض كيفاش غادي ندور لهم؟ الجواب هنا راه السنة الماضية إلا كنتو عقلتو الوزارة صدرت لنا واحد المذكرة. الخلاصة ديال هذه المذكرة أن الفروض والامتحانات ما كتكونش عن بعد، وإنما كنديروها بشكل اللي هو حضوري، بمعنى أنت كتقرأ عادي في عن بعد، ومني كيوصل الوقت ديال الفرض كتمشي لابس الكمامة ديالك والمسائل ديالك وكتدوز هذوك الفروض. يعني انت كتبقى مرتبط يعني مع الاصدقاء ديالك في القسم، كتبقى تتواصل معهم باش كتعرف المواعيد ديال الفروض. ملي كيوصل وقت الفرض كتمشي كتجتاز هذاك الفرض ديالك، ومن بعد كتجي تكمل الدروس ديالك عن بعد. اذا هذا هو الحل القانوني اللي كاين. اذا هذه المساله راه قلنا صدرات السنه الماضيه، انا فقط هنا ذكرت التلاميذ اللي هما اختاروا التعليم عن بعد، راه الفروض ضروري خاصك تمشي للمدرسه ديالك باش تدوز الفرض، وممكنش دير الفرض عن بعد. وهذا اللي كان. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.